توصل مرة تانية أمامية من محمود عماد لشريف، شريف وصبح سليمان، ومدي ضرب الجزاء. قمة الإثارة والمتعة، قمة الإثارة والمتعة، سينما الدوري المصري، سينما نايل 2023 بتقدم في استاد خالد بشارة بمدينة الجونة قصة دراماتيقية مثيرة، قصة دراماتيقية مثيرة تستحق المشاهدة. الجونة يتقدم وفرقه يتعادل من ضرب الجزاء، ثم فرقه يعود بهدف لي محمد فخري، وضرب الجزاء بعدها بدقيقة واحدة لأحمد شريف بخطأ قاتل من الحارس اللي تأخر في الخروج صبح سليمان، عشان نشوف 8 دقايق وقت محتسب بدلا من الضائع، كأفضل وقت محتسب بدلا من الضائع في الدوري المصري هذا الموسم. ضرب الجزاء، ضرب الجزاء وصبح سليمان وخطأ قاتل. هنشوف ده مين، ده أحمد شريف عايز يلعب الضرب الجزاء، بقول للدهان يا خطاب، ولكن خطاب قال له في 1 و2 و3 تخصص ضربات الجزاء، وهنشوف. وشكري نجيب، وفين التخصص؟ ولكن المرة دي مش بالتخصص، وبيطلعها في المدرجات عشان تكتمل الإثارة والمتعة في ملعب خالد بشارة. ضربة جزاء مش ممكن، كانت هتودي الفرقه في حتة تانية خالص، ولكن تطلع الكورة بشكل سيء خالص من شكري نجيب. ومع كورة شكري نجيب وإهدار شكري نجيب لضرب الجزاء